فالتوسل بالجاه أو التوسل بحق الشخص أو التوسل بمكانة الشخص عند الله هذا توسل مبتدع ومحرم، توسل مبتدع ومحرم، وهو وسيلة من وسائل الشرك. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين التوسل بذات الشخص أو التوسل بجاهه؟ التوسل لا فرق بينهم، كله ممنوع، كله ممنوع، لا بذاته ولا بجاهه، كله ممنوع. نعم.